أول شيء رحب فيكم، بعطيكم نبذة بسيطة خلف خلينا نقول المحاضرات اللي مثل هذه. في كل مرة نحاول نوضح للحضور، طبعا هذه بإقامة لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الرياض، وهي مسؤولة عن كل ما يدور حول التجارة الإلكترونية من ناحية مدفوعات إلكترونية، تجارة إلكترونية، وكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. يعني سوينا محاضرات عن التسويق الإلكتروني، الاستثمار في التجارة الإلكترونية، واليوم نتكلم عن أنظمة المدفوعات الإلكترونية في السعودية. طبعا اليوم معنا الأستاذ زياد اليوسف، هو مدير عام أنظمة المدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو قريب أكثر لمسألة المدفوعات من ناحية سداد ومدى، ويمكن هو أكثر شخص نقدر نطرح عليه الأسئلة ويقدر يوضح لنا بعض المعلومات الهامة. فأبترك لك أول شيء رحب فيك، وبترك لك المجال للعرض، ونبي ناخذ الأسئلة في نهاية البرزنتيشن. عاد المدة مفتوحة لين يتعب ضيفنا، فالله يعطيكم العافية. تفضل. مشكور أخي يزيد على اللجنة على الاستضافة وعلى الحضور والتفاعل. أنا عندي برزنتيشن تقريبا نص ساعة، وبعدها إن شاء الله بنفتح المجال للأسئلة. طبعا عرض اليوم مثل ما هو واضح يتكلم عن أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة. يمكن بعضكم يكون عنده خبر يعني خلفية عن المواضيع هذه اللي بنطرحها، لكن أنا حبينا أن نعرض للشخص اللي مهتم لكن ما عنده خلفية كاملة عن ما هي الأنظمة المدفوعات اللي في المملكة، وكيف واحد ممكن يستفيد منها، والتاريخ الهيستوري على مدى 30 سنة. فهذا المحاور أو الأجندة اليوم. بتكلم بعرج في بداية عن 30 سنة من الهيستوري في منظمة المدفوعات في المملكة، والحاضر الأنظمة الحالية، والمستقبل وش نطمح له إن شاء الله. لو نتكلم عن المدفوعات، المدفوعات وش هي بالضبط؟ المدفوعات هي عبارة عن transfer of value بين شخص وشخص. التجارة، الناس تتاجر طول عمرها من آلاف السنين، كانوا يتعاملون بصرة من نقود. جت فترة فترات الناس تتعامل بين بعض بخشب سم. ليش لا ريح؟ واضح لا واضح كذا، شكرا. الصوت واضح بس أهم شيء. فعبارة التبادلات التجارية اللي ممكن الرئيسي له هو عملية الدفع، سواء نتكلم عن مئات السنين السابق لما كان إن الشخص يتعامل فيس تو فيس، التعاملات النقدية كانت أو سوري التعاملات كانت بذهب أو أي مجال، هذا إلى ما وصلنا إليه الآن من التجارة الإلكترونية، بحيث أن التاجر أو الشاري ما يشوف البائع بالعصر الحالي. لذلك نطرح على نفس السؤال، ليش نحن واحد يحتاج نظام مدفوعات وطني، أو لماذا نظام مدفوعات وطنية مهمة للاقتصاد؟ إنه زي ما ذكرنا هي عصب التعاملات التجارية، payment، أي عملية تجارية بين باع ومشتري وراها عملية دفع. أهم عامل للدول يكون عندها نظم مدفوعات وطنية هو الاستقلالية. الاستقلالية مهمة لأن زي ما ذكرنا التعاملات التجارية قد تتوقف لا سمح الله في حال تعطل الأنظمة المدفوعات، فهي شيء يسمونه national interest. لذلك هي تعرف في البنك الدولي أو بنك التسويق الدولي يعرف نظم مدفوعات الأساسية as FMI PFMI sorry principal financial market infrastructure. فالاستقلالية هو عامل مهم. الشيء الثاني توفير التكاليف. في بعض الدول المجاورة وقريبة منا يعتمدون على أنظمة المدفوعات العالمية، التكاليف هناك التاجر يدفع 3 أضعاف اللي يدفع في السعودية. ليش؟ لأنها العملية لو واحد جاي يشتري بائع سعودي والشاري سعودي، عملية تروح لندن وترجع. فالحمد لله يعني المملكة على الرئيس السعودي عندنا استقلالية تامة من هالموضوع. الشيء الثالث تطوير منتجات متخصصة، يعني منتجات تكون تلبي احتياجات السوق المحلي، والتحكم في البيانات، في المعلومات معلومات البيع والشراء. هذه أهداف اللي تطمح لها
المؤسسة النفط ممثلة في منظمة المدفوعات في ما يخص الاقتصاد المملكة، اللي هو تيسير الحياة على الزائرين والمتعاملين والزوار. المملكة دولة يزورها ملايين الأشخاص من حول العالم، في التالي تيسير على المقيمين وعلى الزوار شيء مهم. الشمول المالي شيء أيضا مهم. الحمد لله المملكة تتمتع بأحد أعلى نسبة الشمول المالي أو الفاينانشال انكلوجن في المنطقة، من حيث عدد الناس اللي عندهم حسابات بنكية. والحسابات البنكية أحد أهدافها الأساسية هو الدفع أو عمليات تسهيل عمليات الدفع. يعني نطمح دائما في المؤسسة إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات السوق المحلي. معذر على الإطالة في الانترودكشن، لكن هذه مبادئ لازم نحب دائما نشاركها مع الجميع المهتمين عشان نكون جميعا على نفس على قولتهم على نفس البيج. في المملكة في ثلاث أنظمة مدفوعات أساسية، وهذا يسمونها الباك بون أو الانفراستراكشر، مبني عليها كثير من الخدمات اون توب اوف ات. مدى طبعا هو نظام السعودي سابقا سبان. المهمة الرئيسية هو عمليات البطاقات وتسهيل سواء الناس العمليات الشرائية في البطاقات سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. نظام سريع هو أحد الأنظمة الأساسية في المملكة، هو نظام التسويات المالية، وكذلك هو نظام الحوالات. نظام سريع بعد يجدر إشارة أنه نظام اللي برضو مسؤول عن التسويات بين كل الأنظمة، يعني تداول سوق الأسهم في آخر اليوم، تداول العمل إذا واحد شارى أسهم أو باع أسهم، فلوس بين البائع والمشتري ما يمكن تتم إلا عن طريق التسوية، عن طريق سريع، لأنه هو نظام الأساسي للبنك المركزي. نظام سداد هو نظام الفواتير الإلكترونية، نظام عرض الفواتير، كان سباق في 2003 في إطلاق النظام، المؤسسة اللي حاز على عديد من الجوائز العالمية. مثل ما ذكرت، المؤسسة استشعرت من بداية الثمانينات على أهمية نظم المدفوعات. بدأت هالرحلة من الثمانينات في إطلاق نظام ذاك الوقت لتسوية الشيكات، تلاه نظام إطلاق نظام سبان هذيك الأيام أو مدى في التسعين، وبعدها جاء نظام سريع، نظام الحوالات المالية والتسوية في 97، و2003 سداد، وبينهم هالجيرني بينهم أنظمة كثيرة طلعت، لكن هذه يمكن الأشياء اللي نحب دائما نذكرها للمهتمين. الجدير بالذكر أن السعودية كانت أول دولة أو دولة في الشرق الأوسط ومن أوائل الدول في العالم لتقديم الخدمات هذه من ناحية البنية التحتية، سواء سريع كان أول نظام في الشرق الأوسط للتسوية الآلية، تسوية الماليات، تسوية مالية العمليات الإلكترونية، كذلك نظام سبان في عام 90. إذا ندخل يعني بالتفصيل على الأنظمة للمهتمين، للأسف إنه مو مبين هنا في الشاشة، هذه جيرني أو تفصيلية على الهيستوري أوف مدى سبيسيفيكلي. زي ما ذكرت، هي أطلقت الخدمة في 90، في 93 دخلت خدمة نقاط البيع، و في 2006 كانت المملكة أحد أول الدول في الشرق الأوسط، مو بأحد إلا أحد أول دولة في الشرق الأوسط لنشر خدمة الشيب ان بين أو الشرائح الذكية. كانت مشروع ضخم بين البنوك السعودية كلها لتغيير ملايين البطاقات وملايين أجهزة آلاف أجهزة نقاط البيع وآلاف الصرافات. هذه كلها كانت استثمارات وضعت قبل كثير من دول. أمريكا الآن بدأوا ينتقلون إلى التكنولوجيا هذه. طبعا الهدف من الأساسي منها هو حماية العملاء والأمان والسرعة في العمليات. أحد أساس مبادئنا اللي هو التوافقية، وهذه شيء يعني نحب دائما نذكره للجميع، أن التوافقية وش معناتها. السعودية زي ما ذكرنا دولة منفتحة على العالم، في زوار يجون، والسعوديين بطبيعتهم دائما يذهبون لدول سواء دول مجاورة أو دول في أوروبا ولا أمريكا. فالتوافقية شيء مهم، بمعنى أنه أي نظام مدفوعات يبنى أحد أهم أساسياته هو أن العميل
سواء هو عميل، أنا أتكلم على سواء عميل تاجر أو عميل كمستخدم بطاقة حامل بطاقة، تكون تجربة العميل هي نفسها سواء هو في داخل المملكة أو خارج المملكة. فبالتالي عندنا علاقة استراتيجية تمتد 25 سنة الماضية مع الشبكات العالمية، فيزا، ماستر كارد، أميكس، ويو بي آي اللي هو الشبكة الصينية، والآن في شبكات ثانية في الطريق للدخول في المملكة، بحيث أنه حاملين البطاقات لهذه الشركات تعمل بطاقاتهم في السعودية، والسعوديين إذا راحوا لأمريكا ولا سنغافورة ولا أي دولة في العالم تعمل بطاقاتهم كأنه في المملكة. فهي بالانس بتوين استقلالية والتوافقية. عندنا تقريبا حوالي 300 ألف جهاز نقاط بيع في المملكة، وفي جروث كبير في العدد بذلة السنة هذه، وحوالي 29 إلى 30 مليون بطاقة. نقطة مهمة تذكر هنا، وهذه يمكن يغفل عنها الكثير اللي خارج القطاع، المملكة بحكم هذا الميكس بين التوافقية والاستقلالية حمت الحمد لله الاقتصاد والقطاع البنكي والمتعاملين بكثير من التقلبات الجيوسياسية اللي صارت حوالينا والضغوط الدولية. دول كثيرة وبدون ذكر سامي، دولة عظمى من الدول الجي 20 كانوا إلى 2015 ما عندهم نظام مدفوعات محلي، يعتمدون على أنظمة المدفوعات العالمية. لما صارت مشكلة ما بين الدولة هذه ودولة أخرى عظمى، الدولة الثانية ضغطا منها وقفوا كل الشبكات اللي تشوفون قدامكم، توقف العمل. فبالتالي المواطنين من هالدولة هذه قاموا الصباح ما يقدرون يسحبون مصرفات ولا يشترون ولا يوصلون لحساباتهم. هالكلام في 2015. السعودية عندها نظام من عام 1990، فهذا شيء يعني جميعنا نفخر فيه، أنه الحمد لله بغض النظر عن أي عوامل سياسية الاقتصاد السعودي محمي بهذا الميكس ما بين الاستقلالية والتوافقية. لما أقول نظام مدفوعات، ما أدري هو واضح ولا لا، بس النظام مدفوعات هو عبارة عن إيكو سيستم كامل. إيكو سيستم بمعنى اللي أقصده أنه فيه ضوابط فنية اللي تحكم أنت كمتعامل. إذا رحت بطاقة بنك الراجحي والجهاز بنك الأهلي، هل تحس بفرق؟ أبداً. فاللي يحكم هالشيء، اللي يخليها هالشيء عملية سلسة سواء أنت بنكك أو غير بنكك، هو المواصفات الفنية لهذا النظام اللي تحكم جميع المتعاملين. فالمواصفات الفنية شيء، أولاً نموذج التسعيرة اللي يحكم العلاقة ما بين البنوك ويخليها العجلة تمشي. النظام المعلومات النظم المدفوعات هذه جزء التقارير والتسويات المالية، يعني مئات الملايين مليارات من الريالات يتم تسويتها يوميا. التاجر تجي فلوسه في حسابه، العميل ينخصم فلوسه وتروح للعميل بدون ما أي أحد يحس بلا كومبلين ولا تصيب أحيانا، لكنها نسبتها قليلة جدا، أقل من 0.005% من العمليات اللي يصير عليها مطالبات. فهذا الإنجن اللي يحرك هالمكينة هو نظام التسويات المالية ما بين البنوك. كذلك المواصفات البزنس ستاندرز، على بعضهم يسمونها البزنس ستاندرز، اللي هي طريقة عرض الخدمة للعملاء، بحيث أنك أنت كعميل ما تفرق معك مثلا كمثال الإيصال اللي يطلع من الجهاز هو نفسه، يعني سواء أنت في بنك X ولا Y. فكل هالمواصفات على بعضها هو اللي يسمى ما يسمى نظام. المملكة تجد الإشارة بعد هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط اللي عندها نظام مستقل بشكل كامل، بمعنى أنه حتى الشريحة اللي في الجو اللي في الشريحة اللي في بطاقتك البنكية، سواء الأبليكيشن اللي نازل على الشريحة أو الكيز، أنا بدخل شوي يمكن ذروني دخلت شوي تكنيكال، الكيز اللي تحكم التشفير، عملية التشفير ما بين البطاقة والجهاز نقاط البيع أو ما بين البطاقة أو الـ ATMs، هذه كلها مواصفات محلية مستقلة بشكل كامل. كنا في معرض
قبل 3 أسابيع في دبي، هو أكبر معرض مدفوعات وبانكينج في الشرق الأوسط، وعرضنا نفس تقريبا نفس العرض. كثير من الدول صراحة أبروتشس يبغون يعني يستفيدون من هالتجربة. الهدف هذا استثمار، يعني في بعض الدول أذكر قبل 10 سنين كان يقول ليش تبني شيء من الصفر؟ استخدم يا أخوي، معلش بقلب شوية عامي، لكن استخدم فيزا ماستر كارد وشو له. لكن لما صارت الحوادث الجيوسياسية وصارت الناس تأثرت فعلا على أرض الواقع، دول كثيرة تنبهت الشيء وبدأوا يعملون على أنظمة مشابهة. طبعا الهدف أنه الخدمة متاحة anywhere، سواء على الصراف سواء في المتاجر، والآن أتحناها على في العالم الرقمي في المواقع في المواقع التجارية، وقريبا إن شاء الله بنطلق خدمات جديدة تمكن العملاء أيضا من إجراء مثلا أشياء زي تحويلات ما بين بعض باستخدام البطاقة. هذا كان نظرة عامة عن مدى. الآن نرجع على نظرة عن سداد. طبعا ما قابل سداد، يمكن أغلبكم هنا ما شاء الله شباب، بس يمكن اللي كان في التسعينات أو أوائل 2000 يتذكر فاتورة أي فاتورة واحد يدفعها كانت تاخذ، إذا بنك A تتسدد على طول، إذا تدفع من بنك آخر تقعد لك 3 أيام لين ترجع الخدمة، وكانت كلها تحكمها اتفاقيات ثنائية ما بين كل بنك وكل مفوتر. فجاءت فكرة نظام سداد في هذاك الوقت لربط ما بين المفوترين من جهة والبنوك من جهة، بحيث أن نضمن إلى تجربة موحدة للعميل، يعني seamless experience للعملاء. والحمد لله يعني أدى النظام هذا لتوفير مبالغ من المليارات على الاقتصاد المحلي، سواء من الوقت اللي كان يستغرق الناس في عملية السداد، أو من ناحية المبالغ اللي كانت فعلا يعني تضيع، بالذات في بعض الجهات كانت تحصيل، بالذات اللي كانت تعتمد على تحصيل الكاش، مبالغ بمئات الملايين كانت سنويا تفقد أمير الصندوق ما أدري صار ولا، يعني كانت حادثات كثيرة. فالحمد لله الآن كلها ذهبت، الحكومة الآن 100% من التحصيل عن طريق النظام، أغلب القطاع الخاص والعام يعتمد على النظام. خدمة حساب سداد أطلقت في قبل سنة ونص تقريبا. الهدف منها هو دعم التجارة الإلكترونية بما يسمى الأكاونت بيست بيمنت. في عالم المدفوعات يوجد نوعين من المدفوعات، فيه كارد بيست بيمنت، يعني يكون وسيلة دفع سواء هي عن طريق الجوال أو طريق البطاقة أو بأي طريقة كانت، لكن البنية التحتية لهذه المدفوعات يكون تكون مبنية على البطاقات، أو ما يسمى account based payment اللي هو يكون حساب alias. فخدمة حساب سداد هي تهدف لتمكين العميل لأن يكون عنده حساب أو معرف من خلاله يقدر يتسوق في العالم الافتراضي. وعندنا عدد من البيلرز او عفوا التجار حاليا، وفي الزياد قاعد نشوف العمليات في الزياد في الفتره الماضيه. النظام الجديد هذا يمكن للمره الاولى اللي نعرضه للعامه هو نظام ايصال. نظام إيصال هذا نظام سيطلق إن شاء الله في القريب العاجل بشكل تجاري، لكن الآن هو في فترة تجريبية. هو يهدف لحل مشكلة ما بين البزنس تو بزنس أو بي تو بي. حاليا لو ناظر للتعاونات التجارية ما بين الشركات بزنس تو بزنس، جميع الفواتير الآن تتم ورقيا، يعني سواء حتى لو أنها كانت إيميل أرسل لك الفاتورة لكن ورقيا بطريقة أو بأخرى. هذا فيه هدر للاقتصاد الوطني من ناحية الجهد، وكذلك التحصيل.
اللي منكم عنده بزنس ويسوت كثير لجهات أخرى، خصوصا اللي عندهم فواتير، أتكلم عن مئات الفواتير يوميا، في بعض الجهات عندهم مئات إلى آلاف الفواتير يوميا، خصوصا شركات الأغذية والشحن وما ذلك. عملية الفوتر ورقيا، وكذلك عملية المدفوعات تتم يا بشيك يا بكاش أو حوالة، وعملية مطابقة ما بين الفاتورة والدفعة تتطلب من الشركات استثمار عشرات الموظفين، مهمتهم بس مطابقة ما بين هذه الفاتورة تبعها أو هذه الدفعة تبع الفاتورة. فنظام اللي يطلق سيطلق إن شاء الله قريبا تجاريا الآن عندنا في المرحلة التجريبية، هدفه شغلتين. أولا أنا أحاول أبسطها بشكل يعني أبسط طريقة، أولا هو التبادل الفواتير ما بين البزنسز إذا يكون إلكترونيا، وخلوني أشرح في فرق ما بين الفاتورة بالإنجليزي، العفو بالعربي كلها في نفس الكلمة، في فرق بين invoice وبيل. البيل اللي هو سداد بيلز، اللي هو سداد اللي هو عبارة عن رقم ومبلغ فقط بدون تفاصيل. الانفويس لا يكون تفصيلي، يعني فيه اللي يسمونه اللاين ايتمز، مثلا انت شريت من شركة أغذية 4 كراتين حليب، كرتونة موية، فتجيك التفصيل الفاتورة. فالهدف النظام هو انه رقمنة تبادل فواتير ما بين البزنسز، هذا اولا. والشغلة الثانية جعل عملية الدفعات أو دفع الفواتير تتم بطريقة آلية ما بين البزنسز، وبالتالي المطابقة ما بين الفواتير والمدفوعات تكون بطريقة جدا سلسة للبزنسز. طبعا هذه أول فيرجن من الخدمة يعني بيتبعها بعض الخدمات اللي راح تكون إضافية فوق خدمة إيصال، سواء من ما يسمى بالفاكتورينج أو بيع الذمم المدينة، اللي هو البزنسز إذا كانوا مصدرين فواتير يبغون فاينانسينج أو تمويل على فواتيرهم، فبالتالي هالنظام مستقبلا يعني نتوقع نهاية السنة بيكون في خدمة الفاكتورينج اللي بتساعد الجهات أو الشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة نسبة التمويل عندهم من خلال تمكينهم من بيع الفواتير. بالنسبة للأرقام أو الإحصائيات، هذه بالنسبة لنا إحصائيات عدد نقاط البيع اللي في المملكة شهدت قفزة كبيرة في 2014-2015 والنمو يتسارع. طبعاً عدة عوامل أدت لهالشيء، قد يكون أهمها هو تشجيع البنوك على نشر الخدمة. في السابق كانت البنوك تخسر من الخدمة، فبالتالي على مدى لو تناظرون على مدى 10 سنوات أو أكثر حتى، الجروث كان جدا بطيء. إذا تذكرون لما ذكرت العجلة، نظم المدفوعات هي عجلة فعليا، فلازم العجلة هذه لازم لها زيت يحركها، والزيت هو الرسوم اللي تخلي البنوك تتشجع أنها تنشر الخدمة وتشجع العملاء أنهم يستخدمون الخدمة. فبالتالي 2015 حدث انه تغيير آلية الرسوم وصارت هالجمب الكبير. لا يعني ذلك على فكرة، اذا انا مستعد بعد نتلقى اسئلة بعدها، لا يعني ذلك ان الرسوم مثلا انها كانت خلينا نقول مجحفة، ولا هي الرسوم المؤسسة دائما تهدف ان الرسوم تكون عادلة بطريقة انها تخلي العجلة تمشي بطريقتهم، يعني عفوا اللي اتكلم انجليزي وعربي، بس بطريقة فير أو عادي للجميع. شكرا مترجمنا يزيد. فبطريقة عادي للجميع، بحيث أن الجميع يكون عنده إنسنتيف أو دافع لنشر الخدمة. استثمرت البنوك والمؤسسة كذلك ما أبالغ إذا قلت مئات الملايين في الفترة الماضية لتحسين جودة الخدمة. في أنا أتذكر يمكن هذه بس 2015، بس أنا أتذكر 2010 كانت سرعة العملية تتم بحوالي 30 ثانية في نقاط البيع، يعني الواحد جاي يشتري قاعد ينتظر لين تجيه الأوردر.
صار في استثمار في البنية التحتية، سواء على مستوى الشبكة، على مستوى الأنظمة، على مستوى البرامج، على مستوى السكيورتي، حتى على مستوى مراقبة الخدمة. أدت الحمد لله أن الآن تقريبا نسبة تقريبا مو تقريبا هذه actually أرقام حقيقية، أنه 3.8 في الثانية متوسط مدة استغراق العملية في المملكة. إضافة لذلك 70% من العمليات، هذا متوسط بس 70% معناته أقل من ثانيتين. بالنسبة للإحصائيات كأعداد سواء على نقاط البيع أو الصراف، شهدنا تقريبا نمو في السنة الماضية، وتركيزنا بشكل أساسي على فكرة لنقاط البيع كسياسة أو استراتيجية للمؤسسة هي التركيز على نقاط البيع وليس الصراف. الصراف أو السحب الكاش فيه كوست وتكلفة كبيرة على الاقتصاد، فالتالي التوجه كله لدعم التوجه العملاء والمتاجر على قبول المدفوعات عبر نقاط البيع. في 2017 شفنا تقريبا زيادة عن 2016 بمقدار 42% growth في أعداد العمليات. كذا هذه بالنسبة للأعداد. كذلك بالنسبة للمبالغ، المبالغ ما زادت بنفس الحجم، لأن المبالغ تعتمد على الاقتصاد نفسه والحركة التجارية. قرأنا بعض التحليلات الاقتصادية في بعض الصحف أنه الأفريج أو متوسط مبالغ الشراء في نقاط البيع في انخفاض، هذا دلالة على انخفاض الاقتصاد. هالكلام غير صحيح إطلاقا، بالعكس هذا معناته أن الناس قاعد تستخدم البطاقات في المشتريات الأقل قيمة، وبالتالي الأفريج ترانزاكشن فاليو قاعد ينزل، هذا شيء إيجابي جدا، وقاعدين أن نراقبه شهر بشكل شهري، بمعنى أنه الناس من زمان كانت مثلا تستخدم البطاقة بس للمشتريات اللي 1000 ريال أو 500 ريال، أنا بدأت تشتري لعمليات اللي 10 ولا 15 ريال، وهذا شيء إيجابي للاقتصاد. بالنسبة للأرقام بشكل عام هذه واضحة، اللي هو قيمة العمليات المنفذة، هذه أو الـ average transaction time أو عدد البطاقات، الحمد لله أنها في ازدياد. بالنسبة لخدمة فواتير سداد، أرجع للي ذكرته على موضوع التوفير على الاقتصاد المحلي. في عام 2003 كان تقريبا 73% من العمليات من المدفوعات تتم عن طريق الفروع. هي نفس المعلومات بس انها محطوطه في سلايد واحد هذه. فكانت اغلب عمليات الدفع تتم عن طريق الفروع. الان نتكلم عن اقل من 1% من عمليات الدفع تتم عن طريق الفروع في البنوك. هذا أدى أن البنوك تستثمر مواردها سواء البشرية أو الفروع في أشياء أكثر فائدة لها من ناحية سواء بيع منتجات أو تسويقها، قروض وتأثير، عوضا عن أنها تستثمر في فروع كبيرة لمجرد خدمة العملاء في سداد الفواتير. كذلك عدد العمليات من ناحية العدد والمبالغ في ازدياد في المملكة، طبعا هذا جزء من الازدياد اللي حاصل هو طبعا تبني قنوات الرقمية سواء الانترنت بانكينج أو كذلك الموبايل بانكينج في المملكة، والبنوك استثمرت كذلك مبالغ كبيرة الفترة الماضية لتحسين تجربة العملاء في 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 بالذات في في الموبايل بانكينج. الجهات اللي مستفيدة من نظام سداد الفواتير طبعا جميع الجهات، سواء هي جهات حكومية أو جهات قطاع خاص، شركات التأمين، شركات الاتصالات، وكذلك النقل. بالنسبة لعدد المفوترين في ازدياد، وقد يكون مناسب الذكر هنا في الغرفة التجارية أن نعمل على فتح مجال سداد على عفوا لجهات كثيرة، بالذات الجهات اللي فعلا البزنس أو طبيعة عملها تتطلب أنها تصدر فواتير بشكل سواء شهري أو أسبوعي. حاليا الخدمة متوفرة للجهات الكبيرة
اللي تستطيع أن تستثمر في أنظمة كبيرة وتربط وخدمة ربط بالخدمة. فبالتالي المنشآت المتوسطة والصغيرة بالذات المتوسطة، أنا بركز على بالذات المنشآت المتوسطة، صعب عليها أنها تربط في بالخدمة. لذلك نعمل على برنامج لإتاحة الخدمة هذه عن طريق وسطاء. فبالتالي إنه بيكون فيه بروسس ل سيرتيفاينج أو خلنا نقول تصريح لوسطاء، يكون هو مهمته تسهيل الخدمة لآلاف الشركات اللي ترغب في إن الربط. وأقرب مثال ممكن ذكره في هذا السياق هو المدارس الخاصة مثلاً. المدارس إنها الآن صعب المدرسة ترتبط في نظام سداد تطلع لك فاتورة لقسط الأولاد، لكن عن طريق الوسطاء بيستطيعون إنه يربطون بحيث إن نوفر على العميل، لأن حالياً أيضا كذلك إذا نأخذ مثال المدارس، إذا جاء واحد يدفع القسط إنه يا أما يروح فيزيكلي للفرع للمدرسة أو إنه يجري حوالة بنكية وتجري بعد كم يوم ويرسل إيميل إنه حولت. فنرغب بتسهيل هذه العملية كلها. بالنسبة للمستقبل، إنه يعني عندنا نظرية إن الابتكار شيء مستمر. في أشياء حولنا موجودة، كانت موجودة ولا زالت موجودة بس باستخدامات أخرى. الصناديق البريد قل ما تشوف صندوق بريد لكن في الشارع، لكن هل انت هل البريد راح؟ لا زال البريد موجود. الناس الآن التجارة الإلكترونية بالعكس عززت استخدام البريد لأجل الإيصال المنتجات والسلع. البيفونز أو التلفونات اللي كانت تشوفها في الشارع الآن غير موجودة، لكن هل هذا المعنى أن التلفون الثابت راح؟ بالعكس، الآن الناس اعتمادت على الإنترنت وخدمة النطاق العريض اعتمدت بشكل إضافي على 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 الخدمة الهاتف أو الواير. وبالتالي الابتكار شيء مستمر، قد يكون الشيء يحتاج أن يعاد بلورته بطريقة جديدة لدعم الابتكار، وهذا ما نؤمن فيه. بالنسبة لنا في المستقبل، وهذا الآن الجزء اللي يتكلم عن الخدمات المستقبلية، أول شيء طبعا قبل سنتين أنشأت المؤسسة مركز ابتكار أو Innovation Center. مهمته هو الاطلاع على وش التكنولوجي ترندز، تطلعات العملاء، المتغيرات العالمية والمحلية. تلا ذلك العمل على منصة إيصال اللي ذكرتها قبل قليل والآن تطلق إن شاء الله بشكل تجاري. السنة هذه كانت حافلة بالأشياء اللي كانت تعمل عليها المؤسسة، من ضمنها التكنولوجيا المالية أو الفينتك، وبذكرها بعد قليل إن شاء الله بسلادات. إن أطلقت المؤسسة قبل أسبوع أكشلي مبادرة فينتك السعودية، وكذلك العمل على بناء منصة رقمية لربط الجهات الراغبة في الاستفادة من البنية التحتية اللي تقدمها هذه الخدمات لتقديم خدمات إضافية. إذا نتكلم عن أحد الأهم المشاريع اللي نعمل عليها هو المدفوعات الأجهزة الذكية أو مدفوعات الجوال. بالنسبة لي أنا شخص متخصص في المدفوعات، يمكن أكون باشن شوي على موضوع المدفوعات الجوال، لأن قد كثير من الأحيان ننام أو تنام المملكة أنها يعني متأخرة في مجال المدفوعات الجوال. لكن يعني اسمحوا لي أذكر شيء يعني أشياء معينة قد تكون أشياء فنية لكنها ضروري للحضور، خصوصا وجودكم هنا أكيد إن الواحد ما جاء له مهتم بقطاع المدفوعات. بالنسبة للموبايل بيمنت أو مدفوعات الجوال، هو خدمة موجودة في دول كثيرة من سنوات، لكن بالنسبة لي واضح انك الصف الاول طابرك. بالنسبة لمدفوعات الجوال، كان فيه مبادرات كثيرة في العالم، سواء في افريقيا ولا في اسيا ولا في امريكا،
لكن ما كان يحكمها نظام عالمي أو standardization. ولو نرجع لأحد المبادئ اللي دائما نحرص عليها في المملكة وممثلة في المؤسسة، اللي هو تبني technologies أو تقنيات اللي تكون ذات طابع، تكون يحكمها مواصفات عالمية، بحيث أن الشخص، لو نرجع لقبل، الشخص أو المتعامل تكون تجربة العميل واحدة ما بين وجوده في المملكة أو خارج المملكة. فبالتالي كانت جميع الخدمات المدفوعات الجوال اللي كانت في العالم كله في السابق ستاندالون على قولتهم. في كينيا عندهم نظام بس الكينيا، لو واحد طلع برا ما يشتغل، أو في دول أخرى نفس الشيء. إلى أن 2015 تقريبا، آخر 2015، المنظمة العالمية اللي تحكم جميع المواصفات نظم مدفوعات العالم، اسم منظمة اسمها EMVCO، والمؤسسة أحد الأعضاء المشاركين في الفاعلين في هذه المنظمة، أطلقت ستاندرد أو مواصفات عالمية لمدفوعات الجوال باستخدام ما يسمى الـ HCE أو الـ Host Card Emulation. واعذروني إذا دخلت شوي تكنيكال. المواصفات هذه وش هدفها؟ هدفها أنه مثل ما أنت الآن بطاقتك المصرفية اللي هو فيها تشيب كارد الشريحة، ما تختلف عليك تجربتك سواء أنت في السعودية ولا في أمريكا ولا في لندن. ليش؟ لأنه الجميع العالم معتمد على المواصفات الفنية اللي تطلع من هالمنظمة. ف2015، آخر 2015، نفس الشيء، أصدروا مواصفات اللي تحكم مدفوعات الجوال على مستوى العالم. فبالتالي على طول يعني بالتعاون مع البنوك عملنا على بناء البنية التحتية، وهي بنية تحتية كبيرة ومعقدة صراحة، وإن شاء الله راح نطلقها في القريب العاجل. عبارة عن، ببسطها، هي عبارة عن تمكين العميل من رقمنة بطاقته وتخزينها على الجوال بطريقة آمنة جدا، بحيث أن الجوال فعليا يكون كأنه بطاقتك، وباستخدام تقنية الـ NFC أو الـ Near Field Communication اللي هو في السعودية نطلق عليها كلمة مدى أثير. فأنت كعميل بتطلع جوالك، يقول onboard البطاقة، خلاص تصير تشتري بالجهاز الذكي من خلال أي من 320,000 نقطة بيع في المملكة. وكذلك نفس التجربة راح تكون في لو رحت الإمارات أو رحت لندن أو أمريكا. فهذه المنصة المدفوعات الأجهزة الرقمية، جميع البنوك السعودية تعمل معنا على إطلاق هالخدمة إن شاء الله. بالنسبة لأحد الخدمات اللي صاحبها ضجة في الفترة الماضية أو حماس من الجمهور، اللي هو خدمة الشراء عبر الإنترنت، هذه يمكن قد تكون بروسس أو طريقة الدفع، لكن هي تتكلم عن enabling أو تمكين البطاقات اللي في المملكة من إجراء العمليات الشراء عن طريق المتاجر، سواء المتاجر السعودية أو المتاجر الدولية، بطريقة آمنة للمتعاملين. إن شاء الله أن نتأمل أن هذه الخدمة بتدفع بعجلة التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل كبير. الخدمة أطلقت قبل شهر بالضبط، وقاعدين نشوف العمليات والمتاجر اللي ملتحقة بالخدمة في ازدياد يوم عن يوم. كيف؟ بالنسبة لشراء الإنترنت، طبعا بكل بساطه انك تدخل الان بطاقه عاديه، بطاقه مدى هي نظام المدفوعات الديبت كارد في المملكه. يمكن ما ذكرت ان في المملكه عندنا 30 مليون بطاقه مدى اللي هي بطاقه ديبت او الحسم المباشر، و3 مليون بطاقه كريدت كارد او بطاقه ائتمانيه، فيزا او ماستر كارد او امريكان اكسبرس. فإجابة عن الأخ الفاضل أنه بكل بساطة بتدخل موقع المسافر الآن أو جرير أو أي من المواقع الحالية، بتتسوق بالتشيك أوت، بتطلع لك وسائل الدفع المتوفرة، بتلقى أحدها شعار مدى بطاقتك، رقم بطاقتك، تدخل رقم البطاقة. وإضافة لحماية العملاء عندنا في المملكة، عملنا مع البنوك على برضو إضافة السي في في اللي هو في الخلف، هو الرقم انتهاء الخدمة، رقم سوري عفوا تاريخ انتهاء البطاقة، وكذلك
العميل بتجيه اضافه للتاكيد بتجيه اس ام اس او او تي بي وان تايم باسورد على الجوال لتاكيد الشراء، وتتم عمليه الشراء من خلال خصم المبلغ مباشره من 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 بطاقتك او من حسابك. هذه شرح للخدمه بالضبط. خلي الاسئله شوي قربنا انت على فكره. منصه التفاعل الرقمي هذه يمكن قد يكون من الاشياء اللي مهتمين فيها رواد الاعمال بالذات. هي تهدف هالمنصه لخلق لاير او واجهه استخدام ما بين انظمه المدفوعات الوطنيه سواء الحاليه او في انظمه بعد مستقبلا قاعدين نعمل عليها، ربطها مع البنوك، مع التطبيقات، مع الشركات التقنيات الماليه. في العالم الان في توجه كبير في اوروبا وفي امريكا بالذات نحو ما يسمى في الاوبن بانكينج. الان في اوروبا وفي امريكا طلعت قوانين تجبر البنوك ومقدمي الخدمات على انهم يفتحون خدماتهم او تو اكسبوز ات على من خلال اي بي ايز لاي شخص مهتم. طبعا فيها اكيد متطلبات بامن المعلومات، بس الهدف منها هو زياده في الابتكار بحيث انه الشخص يستطيع انه يبني خدمه فوق خدمتك او امبند خدمته خدمه من خدمات اللي تقدمها داخل تطبيق او 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 برنامج. طب فان الان نعمل المشروع لا زال في بدايته صراحه، ولا ودي اني انا في طبيعتنا ما نحب نعطي تواريخ الا نكون متاكدين 100%. انا كنت اقول يزيد قبل لا نبدا في بعض الاشياء واحد يعني من الجميل ان يتكلم عنها ويوضحها للعامه، بس كذلك تواريخ او توفر الخدمه من عدمها ما نحب نعلن الا اذا خلاص بعد شهرين بنطلع لايف بنقول بعد شهرين. فهذه المنصه هي احد المشاريع اللي قاعد نعمل عليها الان، لكنها وبنعلن ان شاء الله في الوقت المناسب بطريق باطلاقها، لكن حبينا نشارككم بكل شفافيه مع الحضور ان المؤسسه تعمل على منصه من هالقبيل. فنتك السعوديه هي مبادره اطلقت الاحد الماضي برعايه مؤسسه النقد. الهدف منها هو فعلا دعم مجال جديد اللي هو مجال التقنيات الماليه. هذا قطاع نطمح في المملكه ان تكون المملكه ان شاء الله واجهه لشركات التقنيات الماليه في الشرق الاوسط. العقول الموجوده، الشباب السعودي يتخرج من افضل جامعات العالم موجودين، الافكار موجوده والكابيتال او الانفستمنت او التمويل موجود. فلذلك اطلقت المؤسسه هالمبادره. الهدف المبادره هو التوعيه، ويمكن اليوم بعض الحضور راح للمحاضره الثانيه اللي صار في شوي كلاش بالتاريخ، لكن الان في محاضره اخرى في مكان اخر يقومون فيه الزملاء من فنتك السعوديه بتعريف على الناس المهتمين بهالمجال. فهو الهدف الاول هو هدف تثقيفي للمهتمين، العمل مع الجامعات، العمل مع البنوك كذلك، جميع البنوك السعوديه معنا في هذه المبادره، لان البنوك كذلك موقنه في المملكه على اهميه التعاون مع الشركات التقنيه الماليه. قد يكون في مشكله عند بنك مثلا او خدمه يبغى يقدمها، لكن البنك ما عنده التفرغ او الخبره انه يفرغ فريق كامل لحل هالمشكله البسيطه. لكن ممكن يجي شركه او رائد اعمال معه 2-3 أو 4 شباب متحمسين فعلا يركزون على هالمشكله ويحلونها. وبدينا نشوف شراكات ما بين البنوك وما بين الشركات التقنيه الماليه. فما ابغى اطول عليكم، لكن الهدف فنتك السعوديه هو فعلا خلق هالبيئه او هالايكو سيستم ما بين رواد الاعمال، الجامعات، البنوك، المؤسسات التشريعيه اللي هو الممثله في مؤسسه النقد وهيئه السوق الماليه، وكذلك الجهات الحكوميه معنا في هذه المبادره. قد يكون انا تكلمت عن الاهداف، لكنه بيكون فيه باذن الله في القريب العاجل، المبادره ما اطلقت لها من اسبوع، لكن بيكون فيه فعاليات كثيره للمهتمين، سواء وركشوبس زي اللي حاصل الليله في شرق الرياض، او
لقاءات في الجامعات السعودية أو هاكاثونز راح تتم ما بين برعاية بعض البنوك. قبل لا أختم بس للتوضيح بشغل لكم فيديو ليش يمكن بعضكم شافه بس اللي يشرح المبادرة نفسها. طبعا المهتم بالمبادره ندعو انه يدخل الموقع اللي هو الان شايفينه فنتك السعوديه او من خلال التويتر اكاونت للمبادره. وشكرا. الاسئله الان. السلام عليكم. مساك الله بالخير طال عمرك. انا سيف عبد الله السالي عضو لجنه التخليص الجمركي غرفة الرياض. الحقيقة نشكر مؤسسة العامة للنقد على جهودها لإطلاق المبادرات هذه. بالنسبة للموضوع سداد، عندنا بالجمرك خاصة بالمواني بالخدمات الجمركية اللي هي المواني، للأسف الشديد أنه إلى الآن حنا نتعامل بالكاش إلين 2018 الآن حنا ندفع كاش، يعني شيء نروح البنك ونأخذ كاش ونروح للوكلاء وكذلك سكة الحديد وندفع كاش. والحقيقة فيه آلية تطوير آلية سداد بيئة المواني، مقدم مقترح من الأستاذ خالد الظافر اللي هو رئيس لجنة التخليص الجمركي. ففي عندنا الحين طال عمرك 6 نقاط دفع كاش. طيب حنا الآن كالجمرك، الآن الجمرك طالب منا إسراع إنجاز الرؤية 2030 اللي هو لابد أن تكون خلال 24 ساعة تكون أنت المخلص منجز معاملات بحيث أن المواني لا تصير مستودع للمستورد. طيب
إذا كان أنا عندي شوف يا طويل العمر أجور أجور الوسطة ووكلاء ووكلاء. ودي تختصر تكفى. أبشر ما في مشكلة ووكلاء أجور المواني أجور المناولة أجور التخليص والنقل غرامات الوكلاء كل هذه طال عمرك سداد. طيب كاش سيولة. الآن هذه المدة بالنسبة الأولى 24 ساعة 6 ساعات ساعة. طيب أنا بختصر سؤالك أنت تقول ليش ما فيه بوابات دفع إلكترونية من خلال سداد عشان تدفع فيها الرسوم. إحنا الآن مقترحين إنه يكون نقطة واحدة في بيان جمركي. طيب أبي سؤال مباشر. ليش ما يكون فيه بوابات دفع إلكتروني؟ دقيقة. متى تقوم سداد بتفعيل سداد في البيان الجمركي خاصة بحيث إنه المستورد يسدد من نقطة واحدة فقط بدل ما أشيل كاش طيب. وست نقاط يصير. أنا بس أسأل السؤال. هل أنتم تجبرون القطاعات ولا القطاعات تطلب الخدمات؟ طبعا هو الخدمه ما هي اجبارا على احد لكن في بعض الاجراءات خلينا نقول او بعض القطاعات اللي يكون فيها زي ما ذكرت تعقيد في الفاليو تشين او البروسيس. بالنسبه للجمرك بشكل اساسي في مبادره ترى راح تطلق بعد بكره من الجمارك السعودية في منصة بنتها شركة الفسح تبادل صح منصة فسح فهي ونعمل معهم المفترض ان هذه المنصة هي بتكون جميع الاجراءات الجمركية تتم عن طريق المنصة والدفع الآليين هذا من اللي العمل اللي عملناه معهم الاخوان في تبادل والحفل الاطلاق للمنصه ما ادري هو اطلاق تجريبي ولا تجاري بعد بكره ف انا متاكد ان يمكن لو تكلم مع الاخوان في الجمارك السعوديه بيعطونك المعلومات التفصيل هذه لا تخص الجمرك هذه تخص هيئه العمل والموارد سام تفضل صحيح صحيح ساب ان شاء الله راح يكون في الاطلاق وراح يكون برودكشن ممتاز الله يعطيك العافيه صحيح سؤال ثاني شباب شكرا طلعت شكرا لك الله يعطيك العافيه استاذ زياد انا عندي استفسار اللي فهمته من حديثك عن منصه التفاعل الرقمي صحيح اللي فهمي رجعني اذا كان خاطئ هو تمكين الشركات التقنيه الماليه من استخدام البنيه التحتيه لمدى غير ممتاز السؤال الان المهم انه كيف يتم تمكين الشركات من ذلك خاصه اذا كانت شركات ناشئه انا اسال عن الروابط اسال عن الترتيبات اللي راح تكون وايضا اسال عن المتطلبات اللي راح تفرض على الشركات يمكن وضحت في السلايد انه نعمل على بناء المنصه الضوابط والسكيورتي ريكويرمنتس ومن اللي مسموح له اكسس ومن اللي مسموح له هذه كلها قاعدين نبحث على الضوابط بالنظر للبيست براكتس على قولتنا او افضل التجارب في العالم الان في بريطانيا وربنا معلش اني شبكت لكن هناك لان جت من خلال فرض القوانين اللي هو اوبن باك رولز وضعوا قوانين بحيث انك برضه تحكم القطاع البنكي بعد لانك الان في اوروبا القطاع البنكي مجبر انه يفتح بياناته للشركات التقنيه الماليه والفنتك لكن بضوابط فالاجابه مختصره على سؤالك قاعدين نشتغل يعني ما بعد طلعت لكن احنا حبينا اليوم نقول ان ترى قاعدين نشتغل على هالشيء كفكره التفاصيل اللي هو الضوابط والمكتبات وكيف بتجي في وقتها لكن السؤال الان اذا انا راح كشركه ناشئه مثلا او كشركه تقنيه ماليه راح استفيد من الخدمه فقط استعلام ما راح اقدر استخدمها كمثلا اذا كان عندي مشروع يتمحور ويعتمد بشكل كامل على البنيه التحتيه المدى هل راح اتمكن من الشيء هذا او فقط راح اقدر استعلم من خلال البيانات اللي موجوده في قواعد بيانات البنيه التحتيه المدى اذا بنسوي بنتبع التجارب اللي صارت في الدول الثانيه بدأوا بالاستعلام كبدايه لان اقل خطوره وبعدها تطورت الى انه اكشوال ترانزاكتنج يعني اقدر الشركه التقنيه الماليه والفنتك تقدر اكشلي ترسل طلب تحويل بالنيابه عن العميل لكن هذه بتجي مع وقت لانها برضه فيها خطوره انت تخيل قطاع بنكي محمي بالسايبر سكيورتي ويستثمر فيه مئات الملايين على بحيث انك ما حد يقدر يخترق حسابك ثم تجي تفتح له ماسور الواحد فنتك مثلا مع كامل الثقه
بدون ضوابط معينه هاي بتكون ثغره للقطاع البنكي. فاللي صار برا انهم حطوا ضوابط اول شيء، بنوا البنيه التحتيه، وضعوا ضوابط، وفتحوا الخدمه تدريجيا، فتحوا خدمه الاستعلان في البدايه لانها اقل ريسك، بعدين خدمه اللي بتمكن هذا. فانا بنتبع تقريبا نفس الاجراء. خليك قريب عشان بعدين يعني بالوقت المناسب. السلام عليكم، حمد الهادي مدير التجارة الإلكترونية في كارتيال الساعات. سؤالي، هل ممكن أن يقدم البنك خدمة الفيزا على مستكارت بدون وسيط؟ كيف معك؟ هل ممكن أن يقدم البنك خدمة الفيزا أو مدى بدون وسيط؟ الآن نتعامل مع بي فورت الآن كوسيط. أنا عندي متجر إلكتروني وعندي نظمة مدفوعات بس أتعامل مع وسيط الآن، فهل ممكن البنك يقدم لي خدمة بدون وسيط؟ جاوب زين. أغلب البنوك تعاون مع وسطاء، بس أنت عقدك مباشرة مع البنك، ففعليا باي فولت أو باي تاف أو هايبر باي ما تتعاقد معك مباشرة، البنك يتعاقد معك، لكن البنك يعتمد على هذه الأنظمة لأنه ما عنده أنظمة داخلية تساعد، لأنه سابقا ما كان فيها بزنس كيس. أتوقع أنه بعد تفعيل مدى حتبدأ البنوك بتطوير جيتويز خاصة وأزيد نقطة بسيطة، حتى التسعيرة تتم عن طريق البنك وليس عن طريق الشركة. هو البنك هو اللي يحط لك السعر وليس الشركة. الشركة عبارة عن وسيط تقني. السلام. سؤالي نفس سؤالي الآن. مايك بس. عبد الله. الله المايك قطع لي. سؤالي نفس سؤالي الأخ، أنا عندي تطبيق إلكتروني بس ودي أعرف أي أكثر طريقة أكثر أمان، هل إني أوظف وسيط مزود خدمة بخدمة الدفع الإلكتروني، ولا يكون عملية الربط بين الشركة المبرمجة للتطبيق والبنك مباشرة؟ زي ما ذكر الأخ زياد قبل شوية، هو الآن وسيلة الربط الأساسية ما بين حتى البطاقات الائتمانية الكريدت كارد، حاليا البنوك ما تقدم خدمه مباشره للربط، كلها عن طريق مقدم الخدمه اللي اول شيء نسعى ان نزيد عددهم، وزي ما ذكرنا نتوقع ان البنوك السعوديه الان مع تطور الخدمه بتقدم خدمه الربط مباشره مع البنوك. فالان الوسيله الوحيده هو عن طريق احد مزودي الخدمه، لكن مثل ما قال حتى يزيد، انت عرفتك مع البنك، مزود الخدمه هو مجرد رابط ما بين التطبيق وين البنك. إيه بس البنك رافض إنه يدرج خدمة الدفع الإلكتروني إلا لما ينزل في المتاجر الإلكترونية أول شيء، بعد كده أعطيهم الرابط المتجر يربطوا عملية الدفع. ما أظن صعب، في تطبيقات كثيرة الحين، تطبيقات يعني أبليكيشن مو موقع يقبل خدمة الدفع مدى. بس لازم أزودهم بالرابط. فما أدري. نخلف يعني إذا عندك دعم. ماني حابة أوظف وسيط. على حد علمنا إنه البنوك لا يعني الآن في بنوك مقدمة خدمة الدفع أو خدمة الانتجريشن مع مدى لتطبيقات محلية حتى. إذا تبغين نعطيك اسم البنك يمكن اللي أكثر تعاونا، ممكن بعد الجلسة نذكر لك اسم كذا بنك اللي قد يكون متحمس على، لأن البنوك برضه كذلك ترى مو جميع البنوك نفس قدر الحماس فيما يخص دعم التطبيقات. جزاك الله خير. بالنسبة لموضوع المدفوعات الإلكترونية والإي وولتس، هل نشوف نظام قريبا لها يطلع، وهل نشوف شروط التراخيص لمساهمة القطاع الخاص، متى ممكن نتوقعها، وهل في تصور أولي لهذه الاشتراطات؟ سؤال جدا مهم. المؤسسة تعمل الحين، أنا الآن يعني أتكلم بالنيابة عن مؤسسة الجهة الإشرافية والرقابية المؤسسة، لأن أنا شخصيا والفريق اللي معي يمثل الجهة التشغيلية، لكن المؤسسة تعمل على وضع الضوابط والتشريعات والأنظمة اللي تحكم المحافظ الإلكترونية، بحيث إنه يكون في تشريعات واضحة لأي شخص يتقدم،
والضوابط اللي تحمي في البدايه تحمي العملاء حتى من بالاخير هذه مبالغ مبالغ مؤتمن عليها مطور الخدمه او مقدم الخدمه بالنيابه عن العميل. ف فيه العمل جاري يعني بتسارع شديد الان في مؤسسه اعلام هو هذا. اتوقع شخصيا تطلع تعلن يعني بشكل عام مع العام من خلال يعني عشان اكون واقع بقول خلال خمس شهور جايه. بس موجود موقع لا لخدمات تجربه الماليه. لا هاي طال عمرك هذه في هذه في هيئه السوق الماليه وليس المؤسسه. هيئه السوق الماليه. المختبر المالي المؤسسه عندها شيء مشابه اللي هو البيئه التجريبيه البيئه التشريعيه التجريبيه او ما يسمى الساند بوكس. وقولي من خلال الان في تجارب معينه عشان تساعد الزملاء في مؤسسه لتطوير الفاينل خلينا نقول ضوابط وريكوايرمنتس. طيب اول شيء وفي النهايه خلصنا من اول شيء نشكر لكم وقتك استاذ زياد الله يعطيك العافيه. نشكر لكم تواجدكم وزي ما قلت في البدايه المحاضرات هذه راح تكون مستمره في مجال التجاره الالكترونيه، الدفع الالكتروني، التسويق الالكتروني. فقط كل ما عليكم انكم تتابعون اما حسابي الشخصي عشان السوق النفسي او حساب غرفه الرياض. غالبا اللي سجل فالداتا بيس اذا كونتاكت ليست موجوده عندنا فاما بيصلكم ايميل كدعوات او بيصلكم اس ام اس. فنشكر حضوركم ونشكر استاذ زياد تواجده ومعلومات مثيريه صراحه. شكرا لك. الله يحييكم وشكرا على الحضور وانا عارف بعضكم عنده اسئله ما بعد جاوب انا مستعد ان اجاوب عليها بعد اللقاء وانا موجود الاخ زياد العيسى موجود الاخ تمر البكر هناك موجود حضوركم جميعنا مستعدين للاجابه على اي استفسار عندكم. جزاكم الله خير على الحضور.